لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جلس في مكة وهو يدعو إلى التوحيد قبل أن تفرض الفرائض كان يؤصل التوحيد في قلوب أصحابه، لأن التوحيد إذا تأصل في قلب المسلم استطاع أن يتلقى جميع العبادات الأخرى بالتسليم والطاعة والإنقياد. الإيمان بالله يستلزم أن تكون موحداً لله سبحانه وتعالى. لذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري لما بعث معاذ إلى اليمن ماذا قال له؟ هذا أيضا في دلالة مهمة ويحتاجها الجميع حتى تعرف معنى الإيمان بالله وتعرف ما هو المقصود أيضا بالتوحيد، وأيضا تعرف أهمية التوحيد. لما أرسله إلى اليمن قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك تأتي قوما أهل كتاب، أي من أهل الكتاب، ثم قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله. أمره بأن يأمرهم أول أمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى. لذلك بعدما قال له ذلك قال: فإنهم أطاعوك، أي وحدوا، أي لابد من التوحيد أولا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جلس في مكة وهو يدعو إلى التوحيد قبل أن تفرض الفرائض كان يؤصل التوحيد في قلوب أصحابه، لأن التوحيد إذا تأصل في قلب المسلم استطاع أن يتلقى جميع العبادات الأخرى بالتسليم والطاعة والإنقياد. لكنه إذا فقد التوحيد فلن يكون عنده التسليم لبقية العبادات، فيحصل الشرك وتحصل البدعة وتحصل أيضا المعاصي وغيرها. لماذا؟ لأن هناك خلل في التوحيد. لذلك النبي قال لمعاذ: فإنهم أطاعوك، أطاعوك بماذا؟ أي إذا أطاعوك ووحدوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة ولم يشركوا به، قال له: فإنهم أطاعوك فأخبرهم أو فأعلمهم بأن الله قد افترض عليهم 5 صلوات. إذا بدأ بعد ذلك بالصلوات 5، وهكذا هو التدرج. عندما تدعو شخصا إلى الإسلام فإنه يجب عليك أولا أن تدعوه إلى التوحيد، فإذا وحد الله وآمن بالله، وهو المقصود أن تؤمن بالله، آمن بالله ووحد الله، فإنك بعد ذلك تدعوه إلى الصلاة، إلى أن الله قد افترض عليه 5 صلوات. ثم قال: فإنهم أطاعوك فأخبرهم أو أعلمهم بأن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إذن هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما أرسله إلى اليمن.